Our next speaker today will be the son of the Niftar, Abraham Khalifa HaKohen Bechavod. Shoot Rabbanim, Shem Shavatai Tiftah, Figit Teletecha. Hacham, Hacham Hamra Beemet, Lani Hacham Hamra at Dawaj Bahazit, Atalam Han Hacham. Hacham Hale be Dimashq, Syria, 1948, Laila Mutwada. Kawane min Abu Emu Echto, Tletula, and you Tletta Huad Ando. Twafaka Amot Tessin Hazit, Tahamu Bakam Amelia Ami Edward, Hela Amelia Ami Edward can. After 1948, they tortured my cousin Ali Bishalom. And I would like to take this opportunity to show leadership quality to Ami Dura. It's unbelievable. He took the family, very humble man, took the family. Sadr Rahab and my father and him and Ami Sim, they work together, you know. والحاخام تعرفوا تعلم عن مثل ما الحاخام حمرا هون تعلم بالمدرسة عن جيونيم, right? وتعلم الحاخام أسة مهين وشحيطة أكيد عن حاخام السيم دبو تعلم كتير شغلات ما بنعرفها. مثل ما كنا نشوف كان الحاخام يروح عند العالم كله ويسمع مشاكلها بصدر رحب ابتسامة كان دائما عنده الحلول بتعرفوا يا تشيكن يا كيمياء يا بيراخا وكل الشغلة يساويها يعني كلها فضل بيع علام يشعر العالم عنده لو حخام زبطت الشغلة يرفع ايده له بالعداي بيع علام كل شيء من بيع علام هو كان شاريح الحخام سو بدي احكي ثلاث قصص واحدة صارت معي واحدة صارت معكم كلكم واحدة صارت مع حافظ الاسد أستاذ حافظ الأسد, I want to make sure it's been verified. It's no joke here. I heard it from few people, and it's been verified, so I want to say it first. 1984, Hafez Assad, he has leukemia, and they used to transfer blood for him every week. And he was in a very critical conditions. And Baruch Hashem, our community, Hashem blessed him. They have a connection with the government there. I'm just repeating what I heard. Louder, I'm sorry. It's good? Okay, Mihila. Arabi? What about the people? Huh? It's good, Arabic or in? Arabi? Huh? Shall people understand? I don't sound Arabic. What do you think? Mix? Okay. كان حافظ الأسد ضعيف كان بوضع حرج وبروخ الشيم كوميتي عنا كان عندهم 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 كونكشن مع كبار القوم يعني سؤالوا له في عنا المانسي he can pray for you بيقولوا تبع الحارة جيرانا اجت سيارة ما بعرف سيارة عسكرية سيارة مرسيدس اجت الحاخام خافوا العالم جيران خافوا يعني what's going on over here شو مساوي الحاخام أخذوا ما بعرف تنتين بالصبح راح عند القصر الرئاسي فات عند الرئيس كانت مرته واقفة قال له بدي انا اقعد انا I'm just repeating what I heard مو عندي شيء القصه هي يعني قال له بدي اقعد مع سياده الرئيس لوحدنا شو تقعد لوحدك؟ قالت له جراند معلش خلوه قعد بس بخمن ساعتين صلى له ورجع والقصه بتكمل بتقول انه كمان بعد ما صلى له بعد اسبوعين كمان سوى نفس الشيء ويعني الرئيس الاسد تحسن وانشفى ما بعرف هالساعتين شو صار ما بعرف يعني العلام صلى له بتعرف شو ابي صلى له الفضل اللي بعلام This story قصة الثانية ربوتاي صارت مع كلنا يهود سوريا يعني بقيمات عم تطلع على القصة الثانية يعني بالفعل very emotional ما عم ادعي انه ابي هو نبي بس اجى له حلوم مرتين 1989 حلوم وقت اجى انه I don't want to give the detail should I give the detail البرمنان السيمتري تبع دمشق بتعبى وشاف ابي الحلوم هذا بالرؤيا هيدي يعني خد حزيد رجع الحلو مرة تانية لعنده إذا تحبوا تسألوا ماي غنيجة حيون رزق وأخي دابيد كمان بلش يروح عند العالم إنهم بليز يعني عملوا معروف يعني بركي بنصوم سوا كلنا سوا في مسج من الشماي وأنا I'm just very impressed I'm very proud from this community ما شاء الله كل العالم everybody سمعوا الحاخام وصلوا وصاموا بظن شعبي عاب كانت
والكنكلوجن تبع هالصيام هذا شوف انه بعلان بيحبنا اذا بنرجع بتشوبه ما في مشاكل يعني فهمت شلون والكوميونتي كلها رجعت بتشوبه والدليل انه كلهم صاموا بروح الشيء نحن بنصوم تشعى باب ذات سمر I'm going to assume everybody fasted that summer. Unbelievable. تعبت كنيسة شغور. So the conclusion تبع هذا الدريم هربوتاي بعد سنتين طلع قرار رئاسة سوريا بدنا نخرج من سوريا. I just want to make an observation here. مع القصة بعلام سمع صراخ من دون ما يدخل بالسياسة سمع صراخ the two brothers Swade. I saw a documentary, Israeli government documentary about the Swade brother. You know what kind of torture they did to the Swade brother? في واحد شخص هوني حزيت إجا شافني هالجمعة قال لي businessman from Sham قال لي أنا businessman وتهموه إنه هو تهموه فوتوه على مر عم يحكي لي قصص يعني شيء بشوي يعني المخابرات السورية فظيعة مان هالشيء بعدين فجينا في يوم في يوم يعني بدون ما أدخل بالسياسة. So What did I say for? I forgot. Ah? Isat tabai. Okay. هلا استسايت معي ربوتاي. يعني بتمنى ما تصير مع حدا. نازل من الإليفيتر. أنا ساكن أفا أبي على East 7th Street. نازل من الإليفيتر من الأسانسير. بخمن الصبح Sunday morning 7:25 to catch the Khaski Minyan. Right? The elevator stuck between the second floor and the first floor. I never been in this situation like this. I was really frightened. To make you laugh a little bit, I called a couple of my friends. They told me, get out of here. We are sleeping now. What do you want from us? I called the Muslim super. I said, why you call me? I'm in Pocono, PA. Why you bother me? So I called my father. I told him the story. The phone was paused for 10 seconds. Telephone can't sack it 5 seconds. Ali ibni, ma tkhaf, ul ya rab. He said, my son, don't be afraid. Say Hashem. Rabotai, he gave me such a boost. He gave me such a kawah. I can conquer mountain with this kawah. I'm not to try to show off here, but I just want to explain to you. واحد بعد بالإليفيتر. The light off. The FDNY came to the elevator, Rabotai, 25 minutes. They cannot open the door. They bring me to the first floor, shut down the light. There's no fan. And I was in a really, challenging situation. But my father gave me the hazuk. He gave me that boost. And I tell you the truth, I try everything. I pray to Hashem. I don't know if I read the vidui. I saw the end, be'emet. But those 25 minutes, al-Hakam, they was praying for me. It was salali. Infatah al-ceiling, تبع الاليفيتر طلعوني من فوق. رحت عند al-Hakam, قلت له هيك القصة. قال لي, طول بالك, عود. صلينا شهرين وميتة. يعني شوف أبا في مثل أبا ربوتاي for the 10 years and we did great job حزدي هشام and I want to thanks Bir Ulam to give us this opportunity thank you هشام so مرة من المرات ربوتاي شوفوا إنه ما في قلب حنية مثل أبا وإيمة قاعدين بالهوسبيتال from place to place it was my turn to take him right يوم شتاء بارد يعني حامل أنا جاكيته وحامل جاكيتي شو بيقول لي الحاخام المرحوم ابونا؟ بيقول لي شلون انت حامل جاكيتين؟ تقال عليك هدول؟ قلت له شو تقال علي؟ بحملهم براسي شو المشكله؟ قال لا بدي احمل جاكيتي انا نحن بيعرفوا اخواتي احنا اللي بحكي الحاخام ما بصير اثنين يعني ما في argument مع الحاخام بيعرف الدكتور هون. So يعني the end of the story حامل جاكيته في مثل ابا ربوتاي كرحيم اب على البنين رحم علينا. عنده ابي عنده عاده بس بفوت على البيت بفوت البسكليتة معه هالقرارات قلت البسكليتة بفتح الباب أنا بشوفه يعني بتعذب من أول جوات I want to help him بلي بعيد move أنا تربط أخماس بإزداد لو wait a minute what I'm doing wrong here I'm trying to help my father الحاخام ما بده يعني يعذبني ما بده يعني يحمل البسكليتة أفوت لجوا شلون quick story كنا ساكن بالأبارتمان وساتني ساكن بالأبارتمان في واحد روسي حطيت علي نحن بالفور فلور قال ليش عم تمشوا بالأبارتمان قلت له شو بدك أنا نطير you want us to fly so he complained to the landlord and the landlord sent me a letter listen there's noise I mean I'm not a builder of that building very thin floor and you have to put carpet قلت له okay we'll put carpet no problem so he keep always trouble us so I went to the حاخام قلت له listen هذا التنت هذا تحت
يعني ما أنا مصلي على النبي. I don't know what to do. بدو يقلعنا من البيلدينج. قال لي ما تخاف، هو بيطلع من الأول. Oh, this what happened. طبعا احنا على الحقيقة وصلنا في المشلون. يعني صدقوني يا بوتاي، بالخلال السبع أيام هاللي اجوا العالم لعنا، كل واحد عنده ميركل ستوري مع الحاخام. عم اسمع القصص. قلتوا لي شو دوعنا نحن؟ دوعنا نبي، دوعنا ابا، دوعنا ليدر. يعني وي اندر استيميت ذا حاخام. عم اسمع قصص حاخام دهبيد. اتس قصص. كل واحد عنده ستوري مع الحاخام. شو سوينا؟ ما اعطينا شو اسمه، حقه يعني، فهم شلون؟ ومع ذلك هو ما بيخلينا. لو بتعرفوا العنفه والفيموس لاين تبع الحاخام، ما تخافوا قولوا يا رب. سو تعلموها اللاين، قولوا يا رب، قولوا هالشيم. اني تايم هاز سمبادي بروبلم سي هالشيم، ما تخافوا. ذيس از لاين. مالنا نو ال ريبيت ات، مالنا غيره كتر خيره. وي ان ذا اونلي هالشيم مولتيبلاي هيز خيرات، هيز بلسينج. سو ذيس از بيوتيفول وورد الحاخام تيل اس. وي اولموست فينيش هير، جيف مي ا مينيت. I promise my brother-in-law to make you smile, so I will by the end, because that's a shame. البرخال كان يعطيها أبي عليه بالشالوم بكنيسة دشي. أنا كنت صغير، يعطيها قدام 50 زلمة، وصارت هون بSLC، وصارت بكنيسة الحسوة، وصارت بالخاسكي. أنا كنت من واحد اللي زاخيتي يقعد تحت البرخاء بالخاسكي. كانت 10 minutes البرخاء ربوتاي. والعالم كله complained from neck pain كذا. But I want you to know something, Rabotai. After 10 minutes, if you, Mama, into your experiences, you feel differently. You feel like, woo, like you feel differently. Unbelievable. So this is really, be'emet zachinu to be his children, and zachinu to be beautiful community. But back to you, community, dear community. We have wonderful community. We have be'emet, b'nei Torah community. The Tehillim been read. The Hesed's been read. Why we don't try to, and this is a mission statement of the speech, be'azad Hashem. Why we don't try to take what the Hakam character trait, العنفاته بعو التواضع, his being patient. كان هو الحاخام يكون موجوع عم يسمع مشاكل العالم. خلينا نقلده للحاخام. خلينا نكون be patient with him. كنت عنده يوم الثلاثاء ربوتاي 10 days ago. عطوني face mask ربوتاي. ألبسه أفوت جوا على ICU. ما بعرف إذا بتحط تلبسه الفيس ماسك ما بتقدر يتنفس. So I said, wait a minute, we did not appreciate oxygen. We have to appreciate oxygen. I just want to come to make a conclusion here. So what the face mask on his face, let's say, I wear face mask every day, but that face mask that was on him, that he can't breathe. So through the face mask experience, I learned maybe it's time for us to listen instead of keep talking. Maybe we need to be kind instead of being right, you know. So a lot of people struggling in Rabotai, COVID, with Parnasa problem, with challenge. I mean, I'm seeing this from few people come every day to the Hakam. So if we are B'nai Torah community and we have Hakam like my father, Abish Shalom, why we don't take it to the next level? What's the next level? Let's do like the Hakam. Let's be humble. Humble can save us from a lot of problem. Agayet Haramban, if you are humble, بتروح الكعس كلها هدي. يعني so benefit, so healthy. الحاخامين تبعنا ان شاء الله بيعطونا حزوق بال to be how to be عناف، بيعطونا حزوق how to be patient. خلينا نقلدوا الحاخام بالكاركتر تريت تبعه، مشان كل هالشغلات هذه بتساعدنا بعزات الشيء مشينا المشيح سكين وبيهارين وامينو امين. سو اخر جمله ربوتاي كان ابي وعند العالم يجوا عند ابو يقولوا تفضلوا اشربوا فنجان قهوه، انه كان يقول للعالم هيدي يو نو. فما رايكم دام فضلكم؟ ثانك يو سو ماتش ربوتاي. I forgot to thank the team, really. Yes, I just want to say thank you to the people who helped us, and please forgive me if I forgot everybody, anybody. Dr. Jacques Atri, Dr. Zeef Lati, Dr. Isaac Mahdi, Dr. Khalifa, Dr. Jacques Kahale, Dr. Joseph Duzia, a donor, Mr. Mayor in Lakewood, New Jersey, Ami Edouard, Nassim, Musa Saad, wow, what a wonderful man, Musa Saad. What a wonderful man, Be'emet. Musa Saad, he's a brother. Mr. Marshall, Joey Levy, Gabi Barakat, and his wife, Hashem Blasa, Gani. Eji Gindi Renewal, what a wonderful organization.
Zuki Jadi, I tell you the truth, Zuki Jadi is another Malach we have in this community. And he will refuse to take a thank you. Wow, Zuki Jadi, Hashem bless you. Zuki Faez, Jacques Abital, Rahamim Grand. Rahamim Grand, he's a young boy, he ta'allam and Abi, shufu shon bi hazzain. Zakim Smar and Victor Mo, Shefati. Forgive me if I've forgot anybody, and thank you for your patience.